موضوع الحكم على الخلق ده من علامات الخطر في الحالة النفسية، يعني أول ما الواحد يلاقي نفسه في حالة حكم على الآخرين أو حتى على نفسه على فكرة، لأنه هو يعني كأنه يملك نفسه فهيبتدي يحكم ويحط نفسه في موضع مش بتاعه. في تناول الحاجة اللي مش عاجباني في 4 مراحل الإنسان بيمر بيهم، أو 4 حاجات 4 اختيارات يختار منهم، في 3 منهم صح وواحد خطأ تماما ومتعلق تماما بموضوع الحكم، عشان كده بنقول الحكم غلط. الاختيار الأول هو اختيار التغيير، حاجة أقدر أغيرها، يعني أنا مش عاجبني وضع معين في نطاق تأثيري أقدر أغيره، فانزل أروح أغير الحاجة دي. لو ما أقدرش أغيره، الحاجة التانية اللي أقدر أغيرها أن أغير وجهة نظري عنه، يعني أشوف نفس الوضع. في واحد يقولك إيه، أنا مش عاجبني الزحمة والمرور حالته غلط والمسؤولين عن المرور، تمام؟ طيب في حد تاني يفكر يقولك إيه، هو أنا لو بسوق كل يوم 2 ساعة للشغل ممكن أعمل إيه في 2 ساعة دول؟ ممكن أسمع الكتاب الفلاني، ممكن أعمل مكالمات نقصاني، ممكن أجدول يومي بحيث أن 2 ساعة أعمل فيهم حاجة مفيدة. فده المرحلة التانية، أغير وجهة نظري وتعاملي مع الحاجة دي. الحاجة التالتة، لا أقدر أغير ده ولا ده، فشلت حاجة وحشة وخلاص صريحة ما أقدرش أغيرها، التقبل. الحل التالت هو التقبل، التقبل التام. التقبل بيقولوا عليه في العلم، في البوزيتيف سايكولوجي، في العلم النفسي الإيجابي، بيسموه راديكال أكسبتنس، اللي هو التقبل الأصولي أو التقبل 100%، يعني متقبل وما بشتكيش وما بلومش وما بعتبش ومبسوط. مجرد التقبل ده بيقول انه ليه مفعول السحر في فتح الابواب المغلقه في علم النفس. الاختيار الرابع هو الاختيار الخطا المتعلق بالحكم. الحكم ده لازم ابقى بحكم وبشتكي وبحكم وبلوم وبحكم وبعاتب وبحكم وبشاور. فالحكم واللوم والشكوى والمعاتبه دي كمان من الحاجات اللي بتمتص الطاقه وبتستنفذها في غير موضعها، حاجة سبب غير اللي اتخلقت عشانه خالص، حطيت نفسي في مكانة مش بتاعتي، فبدأت أحكم وشاور وأقدر وكأن ربنا عيني حكم على الحاجة وجودتها وكده، وده ما حصلش في أي حاجة، ملوش أي أصل لا في الشرع ولا في النواحي الأخلاقية ولا في الفلسفة ولا في أي حاجة. طيب أعمل إيه؟ أمسك ورقة وقلم وأعمل الدايرتين المشهورين جداً في الكتب، دايرة صغيرة ودايرة كبيرة. دايرة الصغيرة هي دايرة تأثيري، الحاجات اللي أنا أقدر أأثر فيها وغيرها في الحياة. دايرة كبيرة دايرة اهتماماتي، الحاجات اللي أنا مهتم بيها ولكن ماليش تأثير عليها، زي حالة الاقتصاد، حالة الجو، الحاجات اللي برق داية، الحروب والسلام في العالم، الحاجات اللي ما أقدرش أأثر فيها. ما بقولش ما تهتمش، بس ما تستنفذش طاقتك ووقتك ومجهودك فيها. نعمل إيه؟ نرجع لدايرة التأثير. أنا بقترح كتاب في الموضوع ده اسمه How to Influence People and Win Friends، أو كتاب كيف تؤثر في الناس وتكسب الأصدقاء، بتاع الكاتب ديل كارنيجي، وموجود ومترجم برضو. الكتاب ده بيعلم، هو بيمرن المخ، زي ما قلنا المخ عضلة وبيتمرن، بيمرن المخ على التعايش مع الناس في حالة عكس خالص حالة الحكم.